ما أنجح الطرق لعلاج البواسير جراحيا؟ هي مش انجح الطرق. احنا طبعا هي في طريقه، في طرق عده، في طرق اللي هي التقليديه اللي هي الطرق الجراحي، استئصال الباسور بالطريق الجراحي. هي مشكلتها انه بيكون فيها الام، نزيف بعض الشيء بعد العمليه، تحتاج لفترات لغايه ما الانسان يرجع لحياته الطبيعيه بدون الم. في بعضها العلاج بالنسبه للمرحله الاولى والثانيه، في كمان لهم طرق ثانيه اللي هي الربط بالربر، هذا الربط ربط الباسور بالربر. يعني العلاج الأول هو استئصال قص جراحي، نعم. الثاني هو عبارة عن ربط. في بعض حالات من المرحلة الثالثة ممكن فيها الربط، المرحلة الأولى والثانية ممكن يجوز فيهم، الأولى والثانية يجوز فيهم الربط كمان. هذا في حال إذا ما استجاب نعم. للعلاج التحفظي. بالعلاج الجراحي في طبعا علاج اللي هي الاستئصال عن طريق، احنا بنستعمل مثلا هنا بالمستشفى بنستعمل الليجاشور، هذا جهاز بيكوي كي مع استئصال، يعني يكوي يقص في نفس الوقت. هذا بيكون ألامه أقل، النزيف فيه أقل، خروج من المستشفى أسرع، والرجوع للحياة الطبيعية بيكون أسرع. جميل. نعم. في بالليزر، في الليزر نعم، نعم كذلك كمان الليزر كمان والكي ألام، البارد نعم والأشياء أشياء كثيرة جدا. ترجع طبعا بيقعد الدكتور مع المريض بيعرض عليه كل ال، في بعض المرضى بيفضل العلاج التقليدي، لا أنا محتاج أن أنا الجراحي أضمن إلي. في بعض المرضى ما حسب ما بيقعد مع الطبيب، والطبيب بيشرح له جميع الوسائل المتاحة عنده بالمستشفى، وبيتم الاختيار بالتنسيق مع بعض. لكن إجمالا نتائج العمليات يعني مرتفعة في التحسن، أو ممكن تحدث وتتكرر مجددا؟ هو في بعض، يجي بعض المرضى يحكي إنه هو عملت البواسير ورجعت مرة ثانية. في منها جزء صحيح، في جزء منها إن إحنا يعني البواسير زي ما حكينا هي ثلاث أنواع، هي ثلاثة مش باسور واحد. هي في ثلاث أماكن، ثلاث أماكن في فتحة للبواسير الشرج. نعم. فممكن أثناء العملية يكون كان ظهر عنده باسور واحد، وبعد إجراء العملية ظهر باسور الثاني أو الثالث، أو شال استأصل اثنين الدكتور الطبيب وكان في واحد ثاني ظهر فيما بعد. إذا المريض إذا لم يتجنب الأسباب المؤدية إلى البواسير بعد العملية، قد يعني يعاد في مكان آخر ظهور البواسير. لكن الباسور الذي استؤصل هل يمكن أن يعود؟ إذا استؤصل جراحيا صعب أن يعود مرة ثانية. نعم. فمعناها ما يعود هو الباسور المجاور. نعم.